بالله عليك ما تموتنيش، بالله عليك سيبني، سيبني ما تموتنيش، سيبني أعيش، سيبني أعيش يا زانوس. أنت لازم تموت يا أيرون مان، لازم تموت. لا لا، إيه اللي حصل ده؟ ما لحقتش أنقذ أيرون مان. والنبي اصحى، بالله عليك اصحى يا أيرون مان، بالله عليك اصحى، ما أقدرش أعيش من غيرك. يعتبر انت اللي مربيني علشان خاطري، قوم قوم عشان خاطري، عشان خاطري قوم، مش عارف اعيش من غيرك تاني. قوم، انت اللي معلمني ازاي ابقى قوي. ايه ده؟ ايه الحلم اللي انا حلمته ده؟ الكابوس اللي انا شفته ده؟ بسرعة لازم انسيب بسرعة واروح اطمن على ايرون مان، لازم بسرعة اطمن عليه. ايه ده؟ ايه ده يا واد يا عمر، رايح فين؟ استنى طيب اعمل لك الفطار، وبعدين انت قلقان كده ليه يا حبيبي؟ في حاجة ولا ايه؟ لا 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 يا ماما، مفيش اي حاجة خالص. استنى بس كده، ورايا كده مشوار. مشوار ايه يا حبيبي دلوقتي في الصبحية كده؟ اصل انت صاحي قلقان وبتجري على طول، اكيد في حاجة. لا يا عمتي ابدا مفيش اي حاجه خالص، بس رايح اشوف عم بوتوني علشان قال لي تعالى على طول اول ما تصحى من النوم بسرعه. ماشي ماشي يا عمر، يلا بس ما تاخرش عشان اعمل لك مفاجاه لما تيجي. ماشي يا عمتي، مع السلامه. يا نهار ابيض، المفروض بسرعه اروح عند توني، لاما كده هيحصل له حاجه. مش عارف الحلم ده مش بيطمني خالص، لازم بسرعه اروح اقول له خلي بالك على نفسك وما تحاربش اي حد من غيري. ايه ده؟ هو ليه توني مش بيرد عليا؟ بسرعه لازم اخش. انا ايه ده؟ انا بدات اقلق عليه. ايه ده انت هنا؟ ايه ده؟ في ايه انت قلقان ليه كده يا عمر؟ حاسك قلقان ومخضوض، في حاجه ولا ايه؟ كنت بطور في البدله بتاعتي بقى، معلش عمال اطور فيها طول اليوم. حاسك قلقان، في حاجه ولا ايه؟ لا 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 مفيش اي حاجه خالص، بس حبيت بس اطمن عليك. هو ايه اللي لا يا عمر؟ انا بقول لك حاسس انك قلقان جدا، وشك كله خضه، وانت جاي حتى بتدور عليا، دخلت من غير ما انا افتح لك، في حاجه ولا ايه يا حبيبي؟ لا بقى انا قلت لك مفيش حاجه، انا بس حبيت اطمن عليك. طيب تمام، انا مش عارف يعني ايه حبيت تطمن عليا، وانت فاكرني ايه؟ انت مش عارف ان انا ايرون مان صاحب البدله الحديديه، يعني انا قوتي رهيبه جدا ومحدش يقدر يهزمني. عارف 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 كويس جدا يا توني، بس انا بقلق عليك كتير. القلق ده انا متاكد ان وراه سر، بس مش اشكال، عايزك بس النهارده تروح بدري علشان في حاجه مهمه جدا انا وعمتك عايزين نقول لك عليها. ايه هي الحاجه المهمه دي؟ في حاجه ولا ايه؟ ما تحرقش بقى الحاجه اللي انا عايز اقولها لك، فعايزك تروح بدري، يعني ما تتاخرش بره. لو وراك بقى اي مهمه سريه او اي حاجه او مقاتله اشرار، سيبك منها بقى النهارده، وخلي الشرطه هي اللي تقوم بالشغل ده، لان النهارده في حاجه مهمه جدا عايزك فيها زي ما قلت لك انا وعمتك. ماشي ماشي خلاص، انا مش هتاخر ما تقلقش. الفلوس على الابواب ومش هحتاج اسرق تاني. يلا بينا، احلى القبيله دي ولا ايه؟ يا سلام يا سلام، الفلوس والخير هيجروا في ايدي دلوقتي، يلا بينا. هو ايه الانفجار اللي حصل ده دلوقتي؟ يوه مش وقته، اكيد حد بيسرق البنك، انا مش وقته دلوقتي الموضوع ده، لازم بسرعه كنت اروح البيت زي ما توني قال لي. يوه لازم البس دلوقتي بسرعه اللبس، لما اروح كده ورا المحل ده واروح البس اللبس بتاعي. لازم دلوقتي اروح اشوف الموضوع بتاع السرقه ده. الغنى على الابواب. ايه ده؟ ايه ده سبايدر مان؟ معلش يا سبايدر مان، سيبني سيبني خلاص، مش هعمل اي حاجة تاني، سيبني اعيش وسيبني اعيش خلاص برتاح، وهراجع الفلوس تاني خلاص، سيبني اعيش. بالله عليك ما تموتنيش، نفس المشهد الحلو. بالله عليك سيبني. انت بتقول ايه؟ سيبني ما تموتنيش، سيبني اعيش. سيبني اعيش يا زانوس، مش عارف ايه اللي بيغلط، انا دماغي ملف ايه؟ انت مغفر جدا، خد اجري بقى بسرعة. آه
أنا إيه اللي أنا عملته ده؟ إزاي سبته يهرب؟ أنا مش عارف الحلم اللي كل شوية يجي في دماغي ده. أنا تعبت بجد من موضوع الحلم كذا مرة أفتكره، ومش عارف أنقذ أي حاجة بسبب الحلم ده. مش عارف إيه الحل. إيه ده؟ أنا اتأخرت أوي على البيت. أهلا يا عمر، كل سنة وأنت طيب يا حبيب قلبي. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي، عيد ميلاد سعيد عليك. النهاردة يعتبر أنت تميت العشرين سنة. شكرا ليكوا جدا، أنا بشكركوا على اللي أنت بتعملوه معايا. أنا مش عارف أقول لكوا إيه الصراحة، ربنا يخليكوا ليا وما يحرمنيش منكوا أبدا. هو إيه ده يا ماي؟ أنا مش عارف، حاسس إن في حاجة غريبة جدا. طب مالك متضايق من إيه طيب يا حبيب قلبي؟ احنا لسه ما ادناكش الهدايا. مالك يا عمر، مالك يا حبيبي، ده انا النهارده فرحانه ليك جدا. عيد ميلادك المفروض النهارده، ويعتبر العيد ميلاد اللي فات ما لحقناش نعمله عشان كنت انت بره البيت. ما اعرفش كنت بره البيت ليه، وانا ما كنتش عايز افتكر الموقف ده، فما تنكدش عليا بقى على عيد ميلاد ده يا حبيب قلبي. حاضر يا ماما، مش هنكد عليكي. انا فرحان جدا، فرحان جدا، وربنا يخليكوا ليا. ايوه كده، انا عايز الابتسامه دي، ده احنا لسه هنديك الهدايا. شكرا ليك جدا يا توني، شكرا ليك. تعال انت بقى معايا فوق كده لوحدك، علشان الهديه بتاعتي ما ينفعش حد يشوفها، انت فاهم طبعا يا عمر. انا مش عارفه انت ليه مش عايز توريني الهديه، هي فيها ايه الهديه دي؟ ما توريني يا عم الهديه معايا. معلش بقى يا عمتي، هو مش عايز يوريها لك، معرفش انا برضو ليه، لما اطلع اشوف الهديه معاه فوق. ماشي، انا هترجع هنا وهقعد زي ما انا. اطلعوا انتوا فوق وبستوا بالهديه. تعالى يلا يا توني، علشان انا عايزك في كلام مهم فوق جدا. كلام مهم؟ يلا بينا يلا بينا. اسمع بقى يا عمر، قبل ما تقول اي كلام مهم، انا عايزك تشوف الهديه اللي انا جايبها لك. هديه بقول لك ايه، رهيبه جدا وهتعجبك، هتعجبك على الاخر. انا اللي سالها لك بنفسي يا عمر، انت تتخيل هتبقى ايه؟ خليها مفاجاه. خش يلا البسها دلوقتي، بعد كده تعالى. لا معلش، انا عايز اقول لك الاول الحاجه المهمه. وربنا ما انت ايه لحاجه الا لما تخش تشوف الهديه. يلا خش شوفها. ماشي، هات الهديه. انا بشكرك جدا على الهديه دي يا توني. ايه ده، دي واكله منك حته. انت عارف انا مش عاجبني بصراحه لبس سبايدر مان اللي انت لابسه اللي فات ده، كان لبس حته قماشه. انا عامل لك سبايدر مان حديدي، يعني بص نفس الهيكل بتاعي بالظبط ونفس البدله بتاعتي، بس سبايدر مان من حديد. ده غير ان هي فيها امكانيات كتيره جدا واقوى بمراحل من البدله بتاعتك. البدله بتاعتك دي حته قماشه، لكن دي كلها امكانيات وكلها قوه خارقه. شكرا جدا، بس دلوقتي بقى انا عايز اكلمك في حاجه مهمه. استنى اطلع القناه الغريب ده. في ايه يا عمر؟ انا مش عارف انت النهارده مش على بعضك ليه، ده غير ان انت بصراحه جيت للبيت وكنت بتجري وانت قلقان. انا قلت في حاجه، انت اكيد في سر غريب، في حاجه وراك، مشكله كبيره جدا. قول لي يا حبيبي ما تخافش. شوف اللي حصل يا توني، الفكره ان انا حلمت النهارده. الصراحه مش عايز افتكر الحلم، لان النهارده كان واحد كان بيسرق البنك، واول لما افتكرت الحلم ما عرفتش انقذ البنك من السرقه. شوف الصراحه انا حلمت ان زانوس رجع، ومش بس كده، كمان دخلت الخمس احجار وللاسف انت مت. ايه الحلم الغريب ده يا عم؟ يا عم تف من بقك، الكلام ده ما يتقالش تاني يا عم. في ايه؟ وبعدين انت عايز ايه يعني بالحلم ده؟ قصك الان هنعمل ايه طيب؟ ما هو زانوس لو جه انا هحاربه. لا ما انا مش عايزك تحاربه يا توني، عايز انا بس اللي حاربه. وانا كنت عايز اقول لك الصراحه ان انا مش هعرف اخد البدله دي، لان البدله دي مش هتناسبني، انا مش هرتاح فيها. ازاي يا عمر؟ ازاي بعد ده كله والتعب اللي انا تعبته في التصميم علشان اعملها فتقول لي انا مش هلبسها؟ معلش يا عمر البسها وخليها معاك على طول. معلش يا توني مش هقدر البسها، بس انا عايز منك حاجه دلوقتي. الصراحه انا مش عايزك تحارب زانوس لو جه، انت مالكش علاقه بزانوس خالص. لا ازاي؟ انا لا طبعا، انا المفروض احاربه حتى لو حلمت الف حلم. بس انت متاكد من الحلم ده ان هو جاي؟ مش عارف هو الحلم ده بجد ولا حلم كده خرافات ولا حاجه، بس انا حاسس انه بجد وهو جاي علينا. برضو مهما حصل توني ستارك مش هيعرف يسيب البلد، لازم ادافع عنها حتى لو على موتي فعلا زي ما انت حلمت. يلا بقى يلا بقى بسرعه، اقلع البدله والبس زي ما كنت لابس علشان ننزل تحت عند عمتك. تعالى تحت يلا. مش عارف انت ليه ما بتسمعش الكلام يا توني، مش عارف. واخيرا بعد تدوير سنين كتير جدا على حجر القوه، لقيته اخيرا علشان اعرف احقق الهدف اللي انا بحلم بيه من زمان،
واني انهي نص العالم بترقعة صباع واحدة بس وعيش في سلام. بس قبل كل ده لازم اعمل اول حاجة كنت حالف اني هعملها، لازم انتقم من ايرون مان اللي خلاني افشل في المهمة دي من سنين من سنين، وانا كنت بحلم اعمل الموضوع ده، وكنت كل لما ادور على الخمس احجار هو اللي يظهر في وشي، فلازم اموته علشان ارتاح وانا بعمل الهدف بتاعي. انا جيت تاني يا كوكب الارض، انا جيت تاني يا ايرون مان، وجاي معايا الخمس احجار عشان اقضي عليك. انت فين يا ايرون مان؟ انت فين؟ اظهر لي بسرعه. وخبر عاجل، معاكم المذيع مشمش. دلوقتي جانا خبر ان زانوس رجع تاني كوكب الارض. لا، والمصيبة انه معاه الخمس احجار، مع انه لسه منفذش الخطة. هو جاي هنا بيقول عشان ينتقم من ايرون مان. احنا في مصيبة كبيرة جدا، الحقنا ايرون مان، الحقنا يا سبايدر مان. وبس كده، كانت هنا نهاية الاخبار مع مشمش وسلام. ايه ده؟ ايه الخبر ده؟ انهار ابيض، زانوس رجع. معقولة حلم عمر هيتحقق ولا ايه؟ بس ان شاء الله مش هموت، لازم بسرعة اروح اقاومه عشان بينادي عليا. لازم بسرعة اروح اقاومه، هلبس البدلة بسرعة. انا جيت لك بنفسي يا زانوس، عايزك دلوقتي تسيب كوكب الارض في حاله وما تضرش اي حد منه، مشكلتك معايا انا. حلو اسيب كوكب الارض في حاله دي؟ واضح ان دماغك راحت منك خالص الفترة دي، دماغك راحت منك يا ايرون مان. انا جيت اقضي عليك، جيت اقضي على كوكب الارض قبل ما ادمر نص العالم وحقق الهدف بتاعي بعد ما خدت الخمس احجار. عمرك ما تعرف تقضي على نص العالم ولا تضر كوكب الارض طول ما انا موجود. خد، انت فاكر ده هيأثر فيا؟ خد بقى دوق حجر القوة. مش قادر. انت لسه شفت حاجة؟ انت دلوقتي لازم تموت. حجر القوة. ايه ده نفس اللي حصل في الحلم. انا معرفتش انقذك. يا توني قوم يا توني، بالله عليك قوم يا توني قوم، بالله عليك قوم، بالله قوم، بالله عليك يا توني. قلت لك ما تحاربوش، حاسس ان الحلم هيتحقق، ما سمعتش كلامي. بس انا لازم انتقم منك يا زانوس واخد حقك يا توني. كويس ان انا كنت عامل حسابي ولابس بدلتك يا ايرون مان. تحت البدلة بتاعتي الاساسية لازم اشوف قوة البدلة بتاعتك يا توني. دلوقتي جه ميعاد الانتقام. وانت مين انت كمان؟ ايه ده؟ لابس بدلة حديدية؟ بس شكلها عامل زي العنكبوت. اعتقد ان انت سبايدر مان اللي ايرون مان بيهتم بيه. بس خلاص، انت هتموت انت كمان، زيك زيه بالاحجار بتاعتي، وهقضي على نص العالم زي ما انا عايز. مفيش منه الكلام ده لما نجرب البدلة الجديدة. ايه ده؟ انت عملت ايه؟ فين بقية الاحجار؟ انت خدت الاحجار مني ولا ايه؟ ازاي خدت الخمس احجار بالشبكة؟ بقوة الشباك بتاعت البدلة الجديدة. شكرا يا توني، خد دلوقتي، لازم تموت، خد. انت دلوقتي بقيت ضعيف صح؟ لانك بدون اي قوة خالص طالما معكش احجار. انا هوريك القوة الحقيقية بجد، وهوريك ازاي تموت توني. خد كمان، شوف غضب سبايدر مان. انت فاكرني اكتفيت؟ هوريك القوة بتاعتي بجد. خد، واخيرا خدت حقك يا توني، خدت حقك وعرفت اقضي على زانوس، بس ما لحقتكش. ودلوقتي انا كده رجعت كل الاحجار زي ما كانت، وده اخر حجر القوة، ومحدش هيقدر يقرب تاني من احجار طول ما انا موجود وعايش. سامحني يا توني،
معرفتش انقذك، بس خدت حقك، خدت حقك وانت امتلك، ده غير ان انا كمان رجعت كل الاحجار. انا عايزك بس تسامحني وما تقلقش، المدينة كلها في حمايتي ومفيش حد هيتضر ابدا طول ما انا موجود.